خلينا ناخد يعني طالب من الطلاب اللي تعرضوا لده وناخد وندي معاه تمام. ونشوف ايه الموضوع. الطالب نور سمير، نور من الطلاب اللي تعرضوا لنفس التجربة دي. خليني اسلم على نور ونشوف ايه الموضوع. مساء الخير يا نور. مساء النور. عندك كم سنة يا نور؟ انا عندي 17. كم؟ 17 سنة. 17 طيب 17 ما شاء الله شاب تمام يعني. قول لي يا نور، احكي لي انت ايه الموضوع؟ ايه اللعبه دي؟ هو يعني هو مش ما هي ما كانتش لعبه قوي يعني. هو في واحد صاحبنا قال لنا في حركه شافها كده على اليوتيوب تقريبا، بتبقى قاعد على الارض بتفضل تنهك كتير، بعد كده بتقوم مثلا بيزقني كده على الحيطه من صدري، النفس يعني بكتم ما بقاش عارف اخد نفسي كده، بيقوم عليها شويه بعد كده بقوم تاني يعني. دي اول مره انا اجربها، ما كنتش عارف ان هي مثلا فيها خطوره او فيها حاجه زي كده. بس الفكره كلها ايه؟ في ان انت لما بيغمى عليك انت ما بتكونش حاسس بنفسك بقى. فصحابي مثلا اللي واقفين جنبي بيشوفوني انا مغمى عليا عامل ازاي. في واحد مثلا مننا يعني اغمى عليه كان شكله عادي ما حصلش حاجه، كان اغمى عليه واحد مغمى عليه عادي، واحد تاني كان مثلا ايه عينيه كانت بترعش كان بيتشنج كده، فاللي هو هم كانوا بيضحكوا. طب وايه المتعه يا نور؟ يعني انا عايز اسالك، هو ايه المتعه في ده؟ واحد يغمى عليه والتاني يتشنج، ايه المتعه؟ لا هي ما كانتش متعه، احنا ما كناش واخدين الموضوع بضحك يعني، اللي هو كتجربه مش اكتر، اللي هو يعني بنشوف ده الكلام ده اصلا يعني في بعض الحاجات اللي بتنزل على التيك توك مثلا او على الفيديوهات، الناس بيبقى عندها فضول تشوف ان ده حقيقي ولا لا، مش اكتر يعني. انما اللي احنا كنا فاكرين ان الموضوع فيه اذيه ولا عارفين ان الموضوع مثلا فيه مشاكل او فيه مثلا الواحد ممكن يحصل له حاجه بسببها. بس لما يعني انا لما عرفت ان في مشكله حصلت ناس بسبب الحوار ده، ما اكيد يعني مش هعمل كده ولا هقول للي عمل لي كده يعمل كده تاني، اكيد ما هتبقى نصيحه يعني. انت خدت التجربه ولقيتها دمها تقيل يعني، حاجه مش صحيه ولا لطيفه؟ ما لقيتهاش دمها تقيل، لا هو ما كانش ليها اعراض، بس انا لما اغمى عليا وقمت قال له انا مش فاكر اي حاجه وايه اللي حصل، كنت قايم دايخ كده هو مش فاكر اي حاجه، بس انا كنت بيضحكوا. ولما وروني الفيديو لما وروني الفيديو اللي هو مش يعني هي لا حاجه تزعل ولا حاجه تضحك عادي، طب اكن واحد جرب حاجه في البيت عنده مثلا. طب لا منها افاده ولا منها. نور اقنعوك ازاي انك تعملها؟ ولا انت عندك 17 سنه يعني؟ يعني لا الكلام ده ما كانش 17 سنه، ده كان من زمان. كنت اصغر من كده؟ اه كنت اصغر من كده. كان عندك كم سنه وقتها؟ يعني تقريبا 15 يعني قبلها بسنتين يعني. اقنعوك ازاي يعني؟ انت ليه حبيت تعمل التجربه دي يعني؟ قالوا لك ايه مثلا؟ لا هو في يعني في واحد قال لي بقول لك ايه، ممكن اعمل لك حركه كده اهوت لسه شايفها على تيك توك، يعني عايز تجربها معايا كده اهوت. قلت له ايه حركه؟ قال لي كذا كذا. قال لي طب يعني فين الافاده منها؟ قال لي عادي، اللي هو انا اصلا عايز اتاكد. فانا سالته انت عملتها مع حد قبل كده يعني؟ قال لي اه عملتها مع كذا حد يعني، فعايز تجربها جربها. قشطه، ما هما كلنا كنا واقفين مع بعض عادي بقى. فعايزين يشوفوا، بس عشان لما اتعملت في صاحبنا، هو صاحبنا لما وقع على الارض فهي نوع من التحدي كده يعني، تعالى جربها. هو لا مش فكره تحدي عادي، لو انا كنت قلت لا عادي مش هجربها. بس في السن ده بيبقى يعني الناس او الشباب اللي بتبقى زينا او الاطفال اللي بيبقوا زينا عندهم فضول شويه. ايوه بس فضول حاجه يعني. أنا أفهم إن واحد مثلا عايز يتسلق جبل يحقق رقم، واحد سباح عايز مثلا يعدي بطريقة معينة يعمل رقم، واحد في الجمباز في الكاراتيه في الجودو في أي حاجة، كل الحاجات دي معروفة. لكن حاجة زي كده ما خفتوش مثلا؟ ما حدش إنها ممكن تأذيكم؟ احنا بقى ساعتها ما كناش أصلا على علم إن الموضوع ده ممكن يجي منه أضرار، أو ساعتها تقريبا يعني أول مرة الناس تعملها أو تاني مرة يعني، كانت حاجة نادرة أوي أصلا مش مشهورة جدا الحقيقة يعني. طبعا فاللي هو جربها عادي، مش احنا مش فاكرين ان الموضوع فيه خطوره ولا حاجه عادي، اللي هو ايه. طب هي اللعبه دي جت منين يعني؟ منتشره مثلا في بره، منتشره على السوشيال ميديا، جايه من ابس معين، جت منين يعني؟ اللي صاحبي قاله لي هو مش ما شافهاش تقريبا على تيك توك ولا حاجه، بس مش فاكر بالظبط هو يعني الحاجه اللي شافها منها ايه، بس هو كانت على السوشيال ميديا، مش فاكر بقى على ايه بالظبط، بس هي كانت تقريبا من السوشيال ميديا. طب انت عملتها في المدرسه؟ لان الصور اللي عندي هنا بيعملوها في مدرسه. لا هو مش شرط في المدرسه، مش شرط يعني، ممكن في اي مكان بقى. انا اصلا عملتها لما كنا في الاجازه عادي.